احنا معانا مداخلة هاتفية مع الأستاذ أحمد كمال، ده من العطف وشاهد عيان على موضوع المركز. أستاذ أحمد إزيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا، تشرفنا. أستاذ أحمد أنت معايا؟ أيوة يا باشا، معاك يا فندم، معاك. أستاذ أحمد احنا وصلنا لغاية فين في موضوع مركز الشباب؟ والله مديرية الشباب والرياضة قالت مجلس المدينة يردم النادي واحنا نستلمه. تمام، يعني ايه يعني ايه مجلس المدينة يعني ايه؟ مش فاهم. لانه النادي عايم ميه. احنا المشكله ديت ادي لها سنين، يعني بقى لكم فترة طويلة على كده. كتير جدا، من زمان، طيب كل سنه الكلام ده، كل سنه. طيب رئاسة رئيس مجلس إدارة مركز الشباب ما تقدمش بشكاوى لوزارة الشباب والرياضة عشان نحل المشكلة دي؟ يا فندم، النادي قدمنا كتير واتكلمنا كتير ومفيش حد بيحل، ولا عضو مجلس الشعب بيحل، ولا اي حد بيحل. طيب احنا كده احنا عرضنا الصوره عندنا هنا في البرنامج، وان شاء الله انا عارف ان مسؤولين الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي الموضوع ده مش هيرضيهم تماما، لان انا عارف طبعا قريه العطف فيها عدد مش قليل من الشباب. يا فندم بس انا يا فندم بعدين لك، بس اتفضل اتفضل يا فندم، من خلال قناه حضراتكم انا بطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يضم قريه العطف لبرنامج حياه كريمه. ان شاء الله، ما اكيد في كره كتيره جدا من الجيزه هتخش المبادره دي باذن الله. لان قريه العطف كلها شبه عايمه على ميه. ان شاء الله تكون في الخطه باذن الله، وانا اعتقد ان هي موجوده في الخطه اكتر من قريه في الجيزه عشان داخله المبادره حياه كريمه. متشكرين لحضرتك يا شكرا فندم، يا استاذ وربنا احمد، يبارك فيك. نورتني، وان شاء الله المشكله دي تتحل باقصى سرعه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. احنا معانا في البرنامج النهارده في الحلقه ضيفين عزاز علينا جدا.